ونحن قلنا المشكلة دي عشان نحلها لابد نبقى صريحين، لابد الشغلة دي تنكشف، والمرض نقول لك مرض، والعرض نقول لك عرض، عشان بعد ذاك تشوف الحل شنو. بدل ما يعبدوا رب البشر خلوهم يعبدوا المخلوقين تحت شبهة انه دول اولياء ودول صالحين. واي شيخ طريقه يقول لك انا ود النبي، ما في ود ابو لهب، ما عنده تراب اصله، ما في أي... ناس بيحاربوا في الله ليل ونهار، في ناس بينكروا وجود الله، شيوعيين ملاحده قاعدين في وسط المجتمع استغلوا الاوضاع التي مرت بالبلاد ليحاربوا بها الدين. كنا بنعاني من ذيل من التصوف والشرك النشره، الان بقينا نعاني من التصوف والعلمانين والملاحده، ناس يسبوا في الدين في التلفزيون. قال تعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. لكن احنا حق الله ما اديناه، القبب مبنيه والمزارات والاضرحه مشيده، والناس بيمشوا لها كبار وصغار ومتعلمين، يمشوا يبركوا تحت كرعين الشيخ، يطلبوا المدد ويطلبوا الرزق ويطلبوا العافيه ويطلبوا الجنة من تحت كرعين شيخ ومرات ميت. السنه نحن ما بندس منها، السنه نحن ما بنخجل منها، السنه نحن ما بنبرر لها، السنه هي الفوق. كلام ربنا سبحانه وتعالى هو البيبش، الداير مرحب به، اما الزعلان الحق ماكرون. فهمت؟ واول ناس لعبوا بالدين هم الطرق الصوفيه ذيل قبل الكيزان. الكيزان ما هم الا تلاميذ، تلاميذ لشيوخ الصوفيه. اذا سئلت عرف الكوزنه تلاميذ لشيوخ الصوفيه. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اصله لو ما اتفقنا بلدنا دي ما بتمشي لقدام. واذا ما اتفقنا على ربنا وخالقنا المليك العلي الذي انعم علينا ما نرى من النعم، لو ما اتفقنا فيه صدقوني ما حنتفق في اي حاجه ثانيه. يا ناس والله لا تنفع مدنيه، عاديين كده قلتوا حريه، اكم الحريه، لا تنفع مدنيه، لا تنفع ديمقراطية، لا تنفع علمانية، ونحن ما بنخاف من اي زول، لان احنا ما نازلين انتخابات. بيخافوا ديل نازلين انتخابات، خايفين يفقدوا الكوم، يفقدوا الناس، والله انفدتوا كلكم، نحن بدنا نرضي ربنا سبحانه وتعالى ده. وإن ادونا السلطة هسة دي، والله نديها شلوت نرميها في البحر. نحن ما لنا علاقة بالسلطة يا ناس، نحن دارين من البشر ديل حاجة واحدة بس. يعبدوا الله ويتركوا عباده القبب. عشان تيجي تقول لي لا ما الاسلام فشل، احنا دارين نجيب علمانيه عشان نبني بها، الاسلام ما فشل. فشلوا الناس اللي قالوا نحن مسلمين. الاسلام ما فشل، كويس؟ ولا العلمانيه ما كانت يوم من الايام هي سبب في بناء بلده من البلدان الغربيه دي. الله كلامه صدق ولا كذب؟ صدق. طبقوا الكلام ده بس، ولا داير لولوه كثيره. اللولوه بتاعت السياسيين و سنعبر والأطر ده ما في، في الدين ما في، في الدين في وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرة
مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنه يسعدنا ويسرنا أن نستضيفكم في هذه الأمسية والتي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها أمسية مباركة وأن تكون في طاعته ومن طرق ابتغاء مرضاته جل وعلا في محاضرة كبرى بعنوان الحل في شنو. هذه المحاضرة يتحدث فيها بحول الله وقوته الشيخ مزمل عوض فقيري حفظه الله والشيخ الدكتور أبو بكر محمد أحمد حفظه الله والشيخ شهاب عوض حفظه الله. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لهم التوفيق والسداد وأن يعينهم على بيان الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتبدأ محاضرتنا بحول الله وقوته مع الشيخ الفاضل شهاب عوض فليتفضل مجزيا مشكورا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، الحضور الكريم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذه المحاضرة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها من أسباب الهداية والرشاد. ثم بعد حمد الله عز وجل وشكره، نشكر للجهات المسؤولة التي تفضلت بالتصديق لهذه المحاضرة التي تأتي في ظرف يحتاج فيه الناس إلى مثل هذه المحاضرات العلمية والتوعوية، والتي يستفيد منها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عنوان المحاضرة، وأنا إن شاء الله ما أطول كثير، كما سمعتم وقرأتم، الحل في شنو؟ وهذا العنوان غير بعيد عن الواقع، لأنه اليوم ما في إنسان في العالم وخاصة في السودان إلا ويقر أننا نمر بضائقات ونمر بمشاكل وأزمات وفتن وحروب وغيرها من الابتلاءات، وأن الناس يبحثون عن الحلول ويريدون المخرج ويطلبون النجاة، وقد سمع الناس كثيرا وقرأوا كثيرا وجربوا كثيرا، لكن من آخر ما فزع أو يفزع إليه الناس الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولذلك يا أخواننا، كانت هذه المحاضرة لعلها أن تكون سببا في خروج الناس مما هم فيه. والحل يا أخواننا، أولا حاجة، محتاج إرادة. الزول الواقع في مشكلة، أو الإنسان المريض وعيان داير علاج وحل مشكلته، أو الإنسان الواقع في أي ضائقة من ضوائق الدنيا، أو في تعسر لأموره، فإنه حتى يخرج من هذه المشكلة والأزمة أولا يحتاج إلى الإرادة والنية الصادقة والاعتراف بهذه المشكلة. ثانيا، يحتاج إلى الصراحة والشفافية كما يقولون في عرض المشكلة وتشخيصها قبل أن تعرض الحلول. وده أخواننا زمن ما فيه، زي ما قالوا، زمن بتاع البيت وتطوي الكلام. عشان كده التاجر لو شاف تجارته في خسران وفي نقيصة وأرباح ما في، بيقف مع روحه بكل صراحة وبشوف المشكلة شنو يحلها. المريض مهما كان مرضه، لو مشى للطبيب المختص، الطبيب ما بيداري عنه ولا بغش عليه ولا بغرر به، وإنما يذكر له المرض والمشكلة ويطلب منه أن يعاون ويساعد على حل هذه المشكلة.
وكذلك المشكلة دي أخواننا بتحتاج إلى مرجع حتى تحل، ما بيحلوها بأي شيء. ولذلك الناس لابد تعرف المشكلة الحقيقية وما هي هذه الأسباب لهذه المشكلة. الناس الآن بيشكو من ضيق في المعيشة، والناس الآن يشكون من طحن للمواطن المسكين، والناس الآن بيشكو من عدم البركة في الأرزاق، والناس الآن بيشكو من ضيق الدنيا على الناس. والحال يغني عن المقال، وما يعيشه الناس يغني عن الكلمات التعبيرية والخطب البلاغية. ودي كلها يا أخواننا أعراض، وليست هي المشكلة الحقيقية. ده عرض الزول لما تجيه حمى أو يجيه صداع، دي أعراض لمرض موجود. لابد أن يشخص هذا المرض وتعرف حقيقة المرض حتى تقطع أسباب المرض وما يغذي ويقوي هذا المرض. نحن بنقول بصورة عامة يا أخواننا، المرض هو البعد عن الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلب الناس للحلول من المشرق والمغرب، فلا يمكن للأمة أن تتعافى ما لم تعرف أسباب المرض. ولذلك يجمع هذا الكلام حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي هو في سنن ابن ماجه وفي موطئ الإمام مالك، قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وفي رواية الموطأ: إلا فشى فيهم الموت أو القتل. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله على إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله يتخيرون كتاب الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعض ما في أيديهم. الحديث يا أخواننا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن السابع، ونحن نعيشه الآن في القرن الواحد والعشرين في زمن الفايف جي واللابتوب والطيارات وغزو الفضاء والقنبلة النووية. نحن نعيش ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك يا أخواننا نحن مشكلتنا مشكلة بتاع الدين، ما مشكلة بتاع سياسيين،
ولا مشكلة بحلوها أحزاب ولا بحلوها منظرين، بل نقول أن هؤلاء من أول أسباب المشكلة. المشكلة دي أول سبب فوق، الناس تركت الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم واتخذت أحزابا وطرقا وجماعات وتفرقوا وكالبوا علينا الأعداء، وصرنا في ذل وفي مهانة، وصرنا نهب العدو بين عيينة والأقرع. ولذلك أخواننا، أول حاجة نعرف أسباب المرض. المرض أسبابه أول عدم الإيمان بالله الصحيح، لأنه لو كان الإيمان صحيح لتنزلت الخيرات والبركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. علل أخواننا، نحن بنشوف سب العقيدة في الصفوف تحت العش، سب الله في الأفران، في صفوف البنزين، في ميادين الكورة، في الأسواق، في البيع والشراء. لو واحد بقى يبيع قدام زول مستعد يكاتله، وهكذا ده بالمستوى العام. بعدك تشوف العقائد الخربانة التي انتشرت بين الشباب وانتشرت بين المسلمين، عقائد من الإلحاد. ونحن قلنا المشكلة دي عشان نحلها لابد نبقى صريحين، لابد الشغلة دي تنكشف. والمرض نقول لك مرض، والعرض نقول لك عرض، عشان بعد ذلك تشوف الحل شنو. ناس بيحاربوا في الله ليل ونهار، في ناس بينكروا وجود الله، شيوعيين ملاحدة قاعدين في وسط المجتمع ويصفق لهم المجتمع من أجل لقمة العيش ومن أجل شعارات كاذبة خداعة، خدعوا بها كثيرا من الناس، استغلوا الأوضاع التي مرت بالبلاد ليحاربوا بها الدين. جابين يا أخ شيوعيين يا أخي يقولوا الله ما في، أخ في التلفزيون عديد وينشروا للإلحاد. جابين صديق يوسف في حلقة يستضيفوا ويروجوا له ويتكلم في الدين ويحاول يروج لفكرته الإلحادية المجرمة بين الناس. فالناس يا أخواننا إذا أخذت حق الله سبحانه وتعالى، هل بترجو أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لها في دنياها؟ فالمشكلة يا أخواننا في محاربة للدين ومحاربة لرب العالمين سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وربنا سبحانه وتعالى قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا كان الليلة الملاحدة ديل والشيوعيين بيسبوا في الله سبحانه وتعالى ويسبوا في الدين ليلا ونهارا، يقولوا الدين هو أفيون الشعوب، ويقولوا نحن ما دايرين دين في السودان، ويقولوا إنه الدين هو الذي ظلم الناس، وهو دين رب العالمين سبحانه وتعالى الذي هو الحكيم الخبير الذي أنزله بعلمه سبحانه وتعالى وبحكمته سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بيجاء عندك وحدين يخجابين واحد وهو الصادق المهدي في جريدة آخر لحظة يقول أن تجربة النبوة
صاحبتها أخطاء في الحكم، ناس بيأذوا في الله سبحانه وتعالى ويأذوا في الدين ويأذوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخواننا المشكلة الوحيدة أو المشكلة الأساسية إن الناس إذا حاربوا الدين ربنا سبحانه وتعالى بيضيق عليهم، بيضيق عليهم. ولذلك نحن بنشوف الباطل المنتشر في الأمة الموجودة في السودان، ونقول إنه ده يا أخواننا السبب بتاع التضييق. نحن الأيامات دي بنعيش ما يسمى ببدعة الاحتفال بالمولد. أمشي شوف جوا الناس بيقولوا في شنو يا أخي. لو المولد ده بيجوز عديل، لو المولد عديل بيجوز، مع ما ينشر وما يقال داخل هذه الخيام ما ممكن تقول لي يجوز للإنسان يمشي يحتفل مولد. خليك من الاختلاط والمعاصي والجماعة القاعدين للفارغة ده، خليه. أمشي شوف العقائد الخربانة الجوة قاعدين يروجوا لها باسم الدين، عرفتها يا أخي؟ ده كتاب النور البراق، ده بيقروه في المولد بتاع الطريقة الختمية، عرفتها؟ بيقولوا فوقه كلام إلحاد عجيب ومعارضة لرب العالمين سبحانه وتعالى. الصفحة 98 من كتاب النور البراق، والكتاب ده طبعه براهم، احنا ما طبعنا معهم ولا نحن بنسي لهم، بل هم بيشوفوا انه الزول اللي بيعتقد العقائد الموجودة جوا الكتب دي ده بيدخل بها الجنة، وإلا ما كان ألف الكتاب. هنا بيتكلم عن روح ده الختي، قال لقد صار رب العزة سمعي وناظري وقلبي ورجلي مع يدي ولساني، وأوعدني أن لا يعذب مسلما رآني حقيقا أو رأى من رآني، وإني كبير الأولياء بأسرهم. طبعا ده وهم عند الصوفية، كويس، إنه أي واحد فوقهم عامل فوقه الماسك الشغل. قال وإني كبير الأولياء بأسرهم جميعا من جمعنا أو جمعنا من العرفان كل بيان، إلى آخر ما قال. وما ممكن يا أخواننا العبد يكون هو الرب سبحانه وتعالى، لأن العبد ربنا خلقه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وربنا قال فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هنا بيجاي بيتكلم عن روحه إنه وصل مرتبة الألوهية، ودي الطرق كلها، بس لأنه يعني الزمن محدد. لكن أنت أوقن تماما إنه دي العقائد تعطى الطرق كلها، وده المغتس حجر البلد. ما يجوك جماعة يجيبهم لك في تلفزيون شنو أو تلفزيون، يا أخي تخيل التلفزيون أول مبارح جايبين فوقه الله يكرمكم واحدة بتبيع المريسة، قالوا دارين يطوروا صناعة المريسة في السودان لأنها تعتبر زي الصمغ العربي الداخل لنا الدولار. والله الذي لا إله، في تلفزيون سوداني 24، ودي قناة بتاعت إجرام وضلال من زمن الكزال لليل، عرفته؟ تعالوا جيبونا نوريكم سبب المشكلة شنو. هنا قال عن روح، الحمد لله وهو المنعم الوالي، ما ترجمت بعض حالي ألسن القالي، أنا الإمام المبين العالم العلم العقل النزيه الشبيه الشامخ العالي. ما في أي مدح للرسول صلى الله عليه وسلم في الموالد وعند الصوفية، مدح لروحهم. ربنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وأريت لو كان تزكية تليق بمخلوق، يشيلوا صفات الخالق سبحانه وتعالى يوصف بها المخلوقين، لغاية ما قال فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في سعتي مستهلك بال. ختمي قال الكون ده كله في يدي، ما تفك البنزين فك العيش، عرفته؟ إلى أن يقول
لذاك عاش جميع الكون في كنفي، فالطول طولي وأهل الفضل أطفالي. فاستفتحوا بي باب الله يقبلكم ويصطفيكم بتقريب وإيصال، واستمطروا بي باب الفيض يغمركم بوابل الكرم القدسي في الحال. فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرام بلا ريب وإشكال. أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلا وإجمالا. المعلم الغيب ده أنا ما دار منه شيء كثير، بس دار منه يوريني صف قصير بتاع بنزين، بس ما دار منه أي حاجة. ياخذ كفر بالله وإلحاد. كويس، هنا الكتاب في كلام كثير، لكن أنا أختصر لك. ده الكتاب بتاع الطبقات الكبرى، فيه كلام فاحش أنا أعرف أن أقوله وأن أسمع الحاضرين الكرام، لكن فيه كلام كفري. أنا بذكر لك موضعين. الموضع الأول موضع الصفحة 464، ده الخارب البلد، وده جايب علينا، جايب لنا النكسات، وده بسبب ربنا ما بيرفع البلد، وربنا سبحانه وتعالى ما بيوسع لنا في رزق ما لم نتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونصلح العقيدة ونعطي حق الله لله، لأنه ده حق ربنا عز وجل. قال من الأول يبتعنه، وده الكتاب الألف منه البرعي كتابه أو قصيدته مصر المؤمنة. قال منهم الشيخ محمد الحضري، ده من أولياء الصوفية. قال من كراماته أخبرني الشيخ أبو الفضل السرسي أنه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة فقال بسم الله، فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده، ثم قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. هذا اللي مكتوب. قال فقال الناس كفر فسل السيف ونزل، فهرب الناس كلهم من الجامع داعش عرفته، فجلس عند المنبر إلى أذان العصر وما تجرأ أحد أن يدخل الجامع. ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورة فأخبر أهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى بهم. قال فعددنا له ذلك اليوم 30 خطبة هذا، ونحن نراه جالسا عندنا في بلدنا. ده واللي بتاع صوفية دي الثاني، دي كتب منتشرة هنا، ودي عقائد موجودة هنا عرفتها، عقائد كل الطرق الموجودة في السودان. هنا واحد اسمه شعبان المجذوب صفحة 558 عرفتها، واحد اسمه شعبان المجذوب. طبعا المجاذيب دي الناس بيتلفظوا بألفاظ شينة، يقول لك ان احنا ايماننا تقيل، لابد الواحد يقول لك كلمات لا تليق عشان شوية ايمانه ده ينزل. طيب فده بيعتقد فيهم ما لا يجوز ان يعتقد الا في الله. طيب عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال ابن كثير على بعض التفاسير قال ظهر الفساد، غلاء الأسعار وشدة المؤونة وذهاب البركة وجور السلطان إلى آخر، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فالشرك هو يا أخواننا اللي بيمحق لنا البركات. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ربنا قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالناس لو دائر الخير ودائر البركة، أولا حاجة يصححوا العقائد، يحاربوا الإلحاد ويحاربوا الدجل والعقائد الشركية والكفرية المنتشرة في غالب المجتمع الآن. قال دقل ولقل، قال وكان من كراماته أنه يقرأ صورا غير الصور التي في القرآن. ده اسمه شعبان المجذوب، الصفحة 558 الطبقات الكبرى لأبي المواهب عبد الوهاب ابن أحمد ابن علي الأنصاري الشافعي المصري المعروف بالشعراني، المكتبة التوفيقية الحديثة مصر عرفتها.
قال من كراماته إنه كان بيقرأ صور غير التي في القرآن. قال على كراسي المساجد يوم الجمعة وغيرها فلا ينكر عليه أحد، وكان العامي يظن أنها من القرآن. شوف الزول ده بلبس على العوام. قال لشبهها بالآيات في الفواصل، كذاب، ما ممكن كلام صوفي مجذوب يشبه كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه ربنا قال فإن كنتم في ريب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا شنو بصورة من مثله نسمع كلامه اللي قال ألف. قال وقد سمعته مرة يقرأ على باب دار على طريقة الفقهاء الذين يقرؤون في البيوت، طبعا ديل اللي بيتأكلوا بالقرآن، يقول لك نقرأ لك عندك زول ميت هاي نقرأ لك قرآن، بدعة ما بيجوز. قال فأصغيت إلى ما يقول فسمعته يقول وما أنتم في تصديق هود بصادقين. ده شيخ الصوفية في العالم كله. قال ولقد أرسل الله لنا قوما بالمؤتفكات يضربوننا ويأخذون أموالنا وما لنا من ناصرين. شوف الزول ده بيستهتر ويستهزأ بالقرآن كيف. قال ثم قال اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من الكلام العزيز في صحائف فلان وفلان إلى آخر ما قال. دي عقائد موجودة. ده كتاب البرعي عنده 3 طبعات، دي الطبعة القديمة وفي طبعة مجلد قوي وفي طبعة غلاف ساكن تلقاها في الدار السودانية للكتب، ودي الصورة حقته، طبعة دي صفحة سنة 94 موجودة. طيب شوف العقائد دي يا أخواننا العقائد اللي بسببها ربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا بأشد من أن نحن فوقه، لأنه ربنا قال ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. طيب هنا قال الصفحة رقم 111، الصفحة رقم 111 بيتكلم عن شيخ أحمد الطيب. قال عن الطيب الغوث المبارك منهجي ومشورتي في الناس أن يتطيبوا ليحيوا به بعد الممات ويرتعوا بروضته ذات البهاء ويجتبوا، لغاية ما قال وقد تفل المختار في فيه تفلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تفل في خشوم أحمد الطيب، زول كذاب يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم موجود في قبره في المدينة عليه الصلاة والسلام، وانتقل إلى الرفيق الأعلى، فلا يتفل النبي عليه الصلاة والسلام بعد اليوم إلى أن تقوم الساعة ويبعثه الله سبحانه وتعالى. قال ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. قال بحي الأموات، وربنا سبحانه وتعالى قال لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين، وربنا قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، عرفتها؟ قال والبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. قبل نرد على ده، العلمانيين رايم شنو؟ ده بيضطهد المرأة، ما عندهم وهمة كده، اضطهاد المرأة وحقوق المرأة وإن المرأة مظلومة. هذا قلب عديل؟ أنتوا قاعدين وين؟ ها؟ ده قلب عديل قال لك، عرفته؟ مسحها كده وقلب لي ولد، وده كلام باطل. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فده كله كذب. فده يا أخواننا الكلام ده سبب في محق البركات، وسبب في ربنا يبتلي العباد، وسبب في ربنا يغرقنا ويرسل علينا الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم عشان نرجع لربنا سبحانه وتعالى. وكذلك معاداة الدين من العلمانيين القاعدين يطعنوا في الدين ليل ونهار، يقولوا الدين ده دين بتاع تطرف ودين بتاع إرهاب والدين ما كامل والدين ما بينفع في عصرنا ده. نحن بيقول لهم دين محمد صلى الله عليه وسلم اللي انتشر وخلاكم تسرخوا من السودان لفرنسا جوا عينكم بمش في الدنيا وجوا عينكم بينتشر، وهو الدين الباقي هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم
وسيد الأديان هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، وله دعا هود النبي وصالح، وهما في دين الله مجتهدان، وله دعا وبه أتى لوط وصاحب مدين، وهما لدين الله معتقدان، إلى أن قال: وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن، الطاهر النسوان والولد الذي لم يجتمع على زلل له أبوان، وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني. دين محمد صلى الله عليه وسلم لما تعصرت في كورونا جريت له. دين النبي عليه الصلاة والسلام لما العلمانين الكيزان المجارمة الأيامات دي قالوا نمرق الشارع، قال لهم يا أخواننا أصبروا علينا. قال كده منو؟ ده الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفته؟ ده محمد صلى الله عليه وسلم الذي وإن رغمت أنوف الكفر والملاحدة الذين لا يساوون نعل وشسع نعل بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة موجودة في كتبهم، وهم كالذي يحاول أن يحجب ضوء الشمس عن الناس. شكد جاء في البخاري من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بي أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. شكد الناس دي خايفة، يجينا ملحد الملاحدة في العالم، علمانين السودان، علمانين برة، يجيبوا يصدروا لهم واحد جاي من بلجيكا ولا وين، جاي منه الماسونين، ها، ويقطعوا له التذكرة ويجي هنا ويقول داير يناظر أخواننا هنا في السودان، لأنه بيقولوا السلفيين ده سنة أولى سياسة، نحن ما خشينا المدرسة ذاته، ما خشينا المدرسة، لكن بالقرآن والسنة والله نقوم لك نار في صلاحتك بفضل الله سبحانه وتعالى. قال داير مناظرة، والناس نصحوا زي ما قال الشاعر: نصحتك فالتمس يا تيس غيري إن لحمي كان مرة. أبا عرفته؟ بعد شوية الجماعة البنوت لما كتروا عليه قال خلاص غيروا الموضوع للعلمانية. أخواننا، أخونا مزمل جزاه الله خير، نحن ما بنقول أخواننا ديل بنغلوا فوقهم أو علامة أو كذا، لكن أخواننا ديل نحسب إنه ربنا وفقهم، نسأل الله يثبتنا وإياهم. عرفته؟ قال داير عن العلمانية، قال لي جاهزين؟ مش أنت ملحد؟ داير العلمانية؟ جاهزين؟ العلمانية عصرت عليه؟ أه؟ تاني قال يا أخواننا نعملها في ديوان، نحن عازمينك طهور في ديوان؟ شغل وأن يحشر الناس ضحى، عرفته؟ عشان كده والله يا علمانيين لو جيتوا نزلتوا الحجة بالحجة بفضل الله وبإذن الله، من انتوا ليه ماكرون ليه لينيد ليه ستالين ليه غيره من العلمانيين ما يقدروا يوقفوا دين الله وكلام الله سبحانه وتعالى. ونحن بنقول الرد على كلام الفرنسيين وغيرهم المسيئين والمشتمين، ربنا بيصرفوا، لكن الرد عليهم من المسلمين بأن يقوموا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد، وأن يطبقوا على أنفسهم السنة، وأن يكونوا عزيزين فخورين يرفعون رؤوسهم بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة نحن ما بندس منها، السنة نحن ما بنخجل منها، السنة نحن ما بنبرر لها، السنة هي الفوق، كلام ربنا سبحانه وتعالى هو البيمش الدائر، مرحب به، أما الزعلان الحق ماكرون، فهمت؟ والكلام يا أخواننا في الموضوع ده يطول، وإن شاء الله بعد الصلاة يواصل الإخوة في هذا العنوان، وإن شاء الله تتواصل هذه الندوة بعد الصلاة. جزاكم الله خير.